دكتور فايز، ثمار الحوار الوطني خلال الأربع أسابيع الماضية، ولأي مدى كمان كان في يعني اللي تم من توصيات ومن نقاشات كانت وفقا لتوقعات الأحزاب السياسية المشاركة، سواء كانت مؤيدة معارضة الخبراء والأحزاب اللي شاركوا بشكل عام؟ يعني اسمحي لي طبعا في البداية يعني أشير لبعض الملاحظات. نتيجة يعني أربع أسابيع من الحوار عقدت فيها يعني تقريبا كل لجان الحوار 19 لجنة يعني عقدت أو مارست يعني نشاطها خلال الأربع أسابيع. عقدت كل اللجان أو كل اللجان الفرعية طبعا يعني عقدت أو ناقشت كل أو جزء من القضايا المندرجة تحت هذه اللجان. فبالتالي الحوار الوطني يعني قطع شوطا مهما خلال الأربع أسابيع، لكن المهم هو في رأيي أنه الحوار كان أولا يعكس حجم التحولات التي حدثت داخل المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة، بمعنى أنه مع يعني أي مجتمع بيشهد يعني تحولات مهمة سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي والثقافي بتتغير أجندة هذا المجتمع وبتتغير اهتماماته، وبالتالي الحوار الوطني هنا في رأيي كاشف لحجم هذه التحولات وحجم القضايا التي تشغل المجتمع، وده يفسر لنا لماذا النقاش كان نقاش سري، نقاش موضوعي، نقاش حر فيما يتعلق بكل القضايا. وأكد مرة أخرى لأنه كان هناك حاجة بالفعل إلى الحوار، لأنه كان هناك قائمة من القضايا أو قائمة من الاهتمامات أو أجندة كانت تشغل المجتمع المصري، وبالتالي الحوار يعني كان بالفعل حوارا فعالا لأنه يعكس تحولات داخل المجتمع. هناك قضايا لم تناقش قبل ذلك أو لم يكن هناك حوارا منظما بشأنها، زي على سبيل المثال قضية زي دور التكنولوجيا أو التطورات اللي حصلت في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على التماسك الأسري. دي قضية يعني أولا في تحولات سريعة جدا فيما يتعلق بتكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي وتعامل المجتمع بشكل كثيف مع وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أن يتم مناقشة هذه تأثير كل هذه التحولات على قضية التماسك الأسري، هذه قضية جديدة داخل المجتمع المصري نفسها. فبالتالي الملاحظة الأولى أننا من قراءة ما حدث خلال أربع أسابيع يمكن أن نقول أن الحوار الوطني كان يعكس حجم التحولات التي حدثت داخل المجتمع المصري، حجم القضايا المهمة التي أصبحت تفرض نفسها بشكل كبير داخل المجتمع. دي ملاحظة أولى. الملاحظة الثانية أنه رغم أن الحوار كان ما بين أطراف سياسية، كان هناك مشاركة من جانب أحزاب سياسية بجانب متخصصين أيضا، لكن ظهر بشكل ملفت أن هناك توافق كبير فيما يتعلق بقائمة مهمة من القضايا ما بين الأطراف السياسية وبين المتخصصين، وده يشير إلى مسألة مهمة أن التوافق داخل المجتمع المصري على عكس ما كان يتوقع هذا البعض توافق كبير. هذا التوافق ما بين الأحزاب السياسية وما بين أيضا الخبراء، حضرتك بتقول أن كان في توافق على معظم القضايا، هل كان في كل المحاور ولا كانت في محاور بعينها؟ لانه انا على اعتقد يعني انه المحور الاساسي كان هناك الكثير يعني من القضايا الشائكة. طبعا يعني مساله ان احنا نفترض انه كان توافق كامل، يعني ده افتراض غير صحيح، لانه المجتمع بطبيعته مجتمع متنوع صحيح. وبالتالي التنوع يظهر في النقاش، لكن التوافق كان في اغلب القضايا. يعني مثلا قضيه العمل الاهلي لم يكن هناك يعني خلاف كبير حول أهمية قطاع المجتمع الأهلي، لكن كان السؤال هو كيف يمكن تعزيز هذا القطاع. القضايا اللي كانت فيها قدر من مش عاوز أقول الاختلاف، لكن تنوع في وجهات النظر، زي قضية النظام الانتخابي كان في وجهتين نظر كبيرتين، كل طيار أو كل وجهة نظر لها ما يؤيد وجهة نظرها، يعني سواء فيما يتعلق بالقائمة النسبية أو القائمة المطلقة، كان هناك يعني فيما يتعلق بهذه القضية كان في وجهتين نظر كبار. لكن
الأغلب القضايا في رأيي كان في درجة كبيرة من التوافق. تمام. قانون حرية تداول المعلومات كان في توافق بشأن هذه المسألة. المفوضية الخاصة بمكافحة التمييز كان في توافق بشأن هذه المسألة. كل معظم القضايا في رأيي كان في توافق، والأهم هو أن نقرأ أن هذا التوافق لم يكن ما بين المتخصصين فقط، لكن معظم التوافق أو جزء كبير منه كان ما بين المتخصصين وأيضا الأطراف السياسية والأحزاب السياسية. نعم. كانت مشاركة.